غيرت صوتي لرونالدو، غيرت صوتي لرونالدو، صوتي صار رونالدو، صوتي صار رونالدو بنفس اللحظة، بنفس اللحظة. وانت فيك تغير صوتك لرونالدو، تغير صوتك لرونالدو من خلال هذا التطبيق، من خلال هذا التطبيق. انا عالمي، انا عالمي. بتصدقوا انه فينا نحول صوتنا لاي صوت بدنا اياه، ان كان شخص مشهور او غير مشهور، او حتى صوت الفتاة الى رجل او صوت الرجل الى فتاة، بس اوعى تستخدموه لاشياء غير مشروعة، لانه هذا البرنامج بيشتغل وفق الذكاء الاصطناعي وفينا نحول الاصوات بشكل مباشر. يعني نحن عم نحكي مكالمة، نحن عم نلعب لعبة، نحن عم نسجل صوت على الواتساب، باللحظة يلي نحن عم نحكي فيها عم بيحول الصوت لاي صوت بدنا اياه، فيه مكتبة كبيرة جدا من الاصوات الجاهزة. هذا البرنامج مخيف وفعلا لازم نستخدمه بشكل مشروع حتى يحقق لنا الفائدة. يلا نتعرف عليه مباشرة ونبلش نتعرف على واجهته. طبعا يا اصدقائي، اول ما بتفتحوا الرابط يلي موجود عندكم بالوصف والتعليق المثبت رح يطلع لنا بهذا الشكل. هاي واجهة الموقع اللي بدنا نحمل له البرنامج. طبعا البرنامج هو مخصص لللابتوب، فينا من خلاله نجعله كمايك بيقدر يغير لنا الاصوات بالمكتبة يلي موجودة فيه، وطبعا بالوقت الحقيقي والوقت المباشر. في اشياء موجودة بالذكاء الاصطناعي وفي اشياء موجودة بانماط اخرى، يعني وقت نحول صوتنا صوت حدا تاني اكيد لازم نستخدم الذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء بيتطلب انه يكون اللابتوب ما يكون ضعيف كتير. فبالتالي انت وقت عم تستخدم لابتوب مخصص للالعاب فاكيد عم بيكون حديث او على الاقل يستحمل اصوات الذكاء الاصطناعي. طبعا بيطلع لنا بهذا الشكل، نضغط على فري داونلود وبيصير عنا على الكمبيوتر وبنضغط ضغطتين عليه وبيكون جاهز للعمل. وهذا هو البرنامج بعد ما نزلناه وبعد ما صار جاهز. شايفين البساطه، حملناه وصار عنا على الكمبيوتر بيطلع لنا بهذا الشكل. مثل ما عم نشوف هي جميع الأصوات يلي موجودة بهذا البرنامج، فينا نختار أي صوت من هي الأصوات. في عنا القسم الأول هو أصوات الذكاء الاصطناعي وأصوات جاهزة فينا نحول مباشرة صوتنا لهي الأصوات، مثل ترامب، مثل رونالدو، ومثل آيلون ماسك، وعنا شخصيات كتيرة إن كان فتيات أو إن كان شباب أو إن كان أي صوت بدنا إياه منحوله وفق الذكاء الاصطناعي. وإذا نزلنا لتحت منشوف الأصوات يلي هي أصوات بشرية، يعني بدنا إياه ذكر طالب، بدنا إياه صوت شابة أنثوي، بدنا إياه صوت سيدة لطيفة او فتاة صغيرة او طالبة ثانوية او حتى سيدة بمنتصف العمر. عنا ايضا صوت ذكر عميق، عنا صوت ذكر لطيف، عنا صوت اجش. شو بدكم اكثر من هيك؟ اصوات ممتلئ بالاصوات اللي فينا من خلالها نحول صوتنا لهي الاصوات. كل هي الموديلز. في عنا اصوات ايضا خيالية مثل روبوت، عنا ايضا اصوات الالعاب يلي الشخصيات الموجودة بالالعاب، وايضا شخصيات مثل ما عم نشوف مثل صوت شبح عملاق الى اخره، صوت رعب، صوت رسوم متحركة مثل سبونج بوب، مثل سونيك. في عنا كتير أصوات أيضا إذا بدك تحول تعمل شوية أكشن، صوتك لهكر، صوت تليفون، صوت إشارة ضعيفة، تعمل مقلب بحدا، بس أوعى يكون المقلب مؤذي. وأيضا في عنا أصوات أخرى مثل الصدى، فينا نعمل أصوات لحتى نحسن فيها الصوت، وهذا الشيء كله بيتم مباشر. وفي عنا أصوات كتيرة مثل ما شفنا، خلونا نعمل تجربة بالأصوات يلي موجودة. وهذا صوت رونالدو، صوت رونالدو. أنا عالمي، أنا عالمي. شايفين يا أصدقاء؟ شايفين يا أصدقاء؟ عم بحول صوتي لرونالدو، صوتي لرونالدو بالوقت الحقيقي، بالوقت الحقيقي. وفيني ايضا، وفيني ايضا زيد المده، زيد المده. انا عالمي، انا عالمي. شايفين الصوت؟ شايفين الصوت. رونالدو يا جماعه، رونالدو يا جماعه. خيالي، خيالي. خلونا نحول لترامب، خلونا نحول لترامب. وهذا صوت ترامب، وهذا صوت ترامب. شايفين ترامب؟ شايفين ترامب. شايفين الابداع، شايفين الابداع. صوتي صار ترامب، صوتي صار ترامب. يا سلام، يا سلام. وهي صوت ذكر، حول صوتي لشخص ثاني، صوت سيدة لطيفة. الو، الو. شايفين؟ شايفين. هي حولت صوتي كمان، كمان مضحك جدا، صوت فتاة صغيرة. الو، الو. كيف الحال؟ كيف الحال؟ هي صوت فتاة صغيرة، وهذا الصوت، هذا الصوت. شايفين؟ شايفين. بنفس اللحظة عم يتحول. هي صوت ايضا. الو، كيف الحال؟ عم نحول صوتنا بنفس اللحظة لأي صوت بدنا إياه. جدا لطيف. وبهي التجربة يلي عملناها أيضا فينا نختار أي صوت بدنا إياه من الأصوات يلي موجودة، وأيضا الإعدادات يلي موجودة على اليسار. إذا ضغطنا هون فينا نعمل ونضيف أصوات ونحملهم حزم موسيقى موجودة عنا هون، وفينا نعمل استيراد. أيضا إذا نزلنا على هي الإعدادات فينا هون نغير أي صوت موجود عنا على الموبايل أو حتى على الكمبيوتر لصوت آخر. بكل بساطة فينا نعمل استيراد لهذا الصوت وبنقدر نحول هذا الصوت. أيضا
نقدر ننزل لتحت ايضا وضع التسجيل، فينا نسجل مباشرة الصوت عن طريق هذا البرنامج بالصوت اللي بدنا اياه، يعني اذا ما بدنا نحن نغير صوتنا بالالعاب او ما شابه. ايضا فينا ننزل على مختبر الصوت، ايضا نتحكم بحجم الصوت وبإعدادات الصوت والمزج بين الشخصية وبين سمك الصوت والصدى، فينا نضيف صدى، فينا نضيف مؤثرات ريفيرب، كلها موجودة لحتى نقدر نحسن بالصوت ونقدر نوصل للنتيجة اللي بدنا اياها. واذا نزلنا على الاعدادات، هي الاعدادات ايضا فينا تقليل الضوضاء لاصوات الاي اي، وايضا نتحكم بحجم الصوت. ايضا يعني الاعدادات جدا بسيطة، واذا دخلنا على اعدادات الذكاء الاصطناعي فينا نفعل وضع الثموث او وضع النعومة، بحيث اذا توبنا ما بيتحمل ففينا نفعله، فبالتالي بيتأخر شوي الصوت ليوصل للشخص الثاني، فبنقدر نتحكم بهي الميزة لحتى يكون سلس اكثر الصوت وما يتقطع. وايضا رابط المفتاح لحتى نضيف اي اختصار من الكيبورد على البرنامج. وهي هي واجهة البرنامج يا اصدقائي، انا ما شفت اي تعقيد فيك انت تستخدمه لحتى تغير صوتك. وهي تجربة اخيرة. مرحبا يا اصدقاء، بتمنى اكون استفدتوا من هذا التطبيق وهذا البرنامج. وهي تجربة اضافية، وهي ايضا، وهي رجل عجوز جدا لطيف وجدا لذيذ، موجود بالتعليق المثبت وايضا بالوصف، فيكم تحملوه بسهوله لحتى تغيروا الاصوات، اما تسجلوا صوتكم مباشره او خلال اللعبه او خلال اي شيء عم تعملوه. اذا ما بدكم يظهر صوتكم الحقيقي فانا انصحكم بهذا البرنامج الجميل. ولا تنسوا اكيد تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس لحتى يضل يصلكم معلومات رهيبه جدا اول باول. بدي احييكم لكم، سلامات.